كيف يمكن لبني الإنسان أن يحافظ على هذه النباتات لكي نستفيد منها؟ للإجابة على هذا التساؤل وقضية العلوم الجينية المتعلقة بالخضار وبالنباتات تحديدا، يسعدني نورما أن أستضيف هنا في COP26 دكتور زكريا كحيل. أنت مدير برنامج الحفاظ على الأنواع والأجناس ودراسة وتخزين المواد الجينية، هل لك أن تشرح لي ما الذي تفعله؟ بسط لي الأمور دكتور لو سمحت. أهلا وسهلا. أهلاً. شكرا على استضافة. أنا دكتور زكريا كحل، مدير بنك الجينات، أشتغل في إيكاردا. إيكاردا هو مركز دولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة، زي ما يدل عليه اسمه هو متخصص في البحث الزراعي في مناطق الشرق الأوسط، وسط آسيا وشمال إفريقيا. نشتغل مع كل دول العالم العربي في مجالات البحث الزراعي، من ري حصاد المياه وكمان الحفاظ وتحسين الموارد الجينية التي تقاوم الجفاف. بكل بساطة، أنتم بنك جيني تحافظون على جينات هذه النباتات؟ طبعا، في عندنا البنك الجيني، والبنك الجيني بكل بساطة البنك الجيني هو عبارة عن ثلاجة كبيرة نحافظ فيها على الموارد الطبيعية التي جمعناها من كل دول العالم. أتكلم هون خصوصا على الموارد التي تجيء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عدس وحمص وفول وشعير وقمح. ومن بينها الأصناف البرية. الأصناف البرية هي التي تنمو تلقائياً في الجبل. بالضبط. هذا أمر كتير كتير مهم، لأنه معظم هذه الأصناف غير موجودة حالياً في الطبيعة. نحن نخزنها في بنك الجينات لاستخدامها مستقبلاً من الفلاحين. وكيف تخزنونها دكتور زكريا؟ كيف تقومون بهذه العملية لو تشرحها لي؟ أنا تحدث عن ثلاجات، هذا هو الكونسبت او المفهوم، ليس كذلك؟ عادة نحافظ عليها في اماكن باردة، نحافظ في عندنا اماكن حتى ناقص 20 درجة سلسيوس، نحافظ عليها، نعمل لها كاركترايزيشن ونحاول اخذ يعني خصوصياتها عشان نبعثها للمستفيدين منها كعلماء. وهذا دكتور زكريا سيجري الاعتماد عليه او استخدامه لو لا سمح الله ضربت كوارث طبيعيه كبرى المنطقه، من العام تحافظون على هذه الطبعات الجينيه للاستفاده منها، أليس كذلك؟ طبعا، انه زي ايرت يعني احنا الاجيال السابقه تركت هذه الموارد وحافظت عليها، نحن نحافظ عليها كمان في نفس الوقت ونحاول نستخدمها. نقول الاجيال المقبلة حافظوا عليها، لأنه ممكن أنه خاصة نحتاج. ونحن في مؤتمر COP26 قمة التغيرات المناخية، نتوقع أن يؤثر التغير المناخي على كافة الأنواع. كنا نتحدث عن تلوث الجو، نتحدث عن تقطيع الأشجار، النباتات أيضا ستعاني، أليس كذلك دكتور زكريا؟ طبعا، لأنه واحد من أهم المشاغل الأساسية لكل بلدان العالم هو فقدان التنوع الحيوي والبيولوجي وفقدان التنوع الإيكولوجي. في حاليا في نظم الفلاحة المتجانسة، هذا فيه فشل كبير في ظروف تغير المناخي، ولازم من التنوع الحيوي للتقليل من أضرار تغير المناخ. وأنتم تنشطون عبر العالم العربي أو في عدة دول أو عدة بلدان، أين تنشطون؟ احنا نشتغل في شمال إفريقيا، كل دول العالم العربي، وسط آسيا، حتى الهند. ولديكم كل الداتا الجينية التي تحتاجونها حتى الآن؟ طبعا، نستخدم الداتا الذي موجودة. كله موجود وكله يعني open source. أسعد بلقاء الدكتور زكريا كحيل، بالتوفيق، هذه قضية جزيلاً مهمة جدا. شكرا جزيلا على الاستقبال، سعيد جدا بلقائك، أشكرك. شكرا جزيلا.